توجيه مباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني، تقوم هيئة الحشد الجهد الهندسي والخدمي بإنشاء شبكة مياه ومجاري وإكساء طرق محلة 836 الدورة لغرض تحسين الخدمات في هذه الأحياء، الأحياء الزراعية خصوصا في بغداد الرصافة والكرخ، ومن كل الخدمات والخدمات العامة التي تفتقر لها هذه المناطق. والله نشكركم شكر جزيل وممنونين، ونشكر كل من ساهم بهذا العمل لبناء بنى تحتية لهذه المنطقة المنكوبة، ونشكر الحشد الشعبي على هذا العمل الطيب. والله بالحقيقة جهد متواصل ليل ونهار، وإن شاء الله ما يقصرون، وكل اللي أنجزوه بشكل متكامل ونظامي. ويستمر الجهد الخدمي والهندسي للحشد الشعبي بأعمال البنى التحتية لمنطقة الدورة من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي وتقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المنطقة.